لم يمضي وقت طويل على إعلان الحكومة عن قانون الخدمة المدنية الجديد حتى انفجر جدل واسع بشأن القانون الذي يهدف حسب ما أوضحت وزارة التخطيط إلى تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن القانون يضر بموظف القطاع العام وحقوقهم، اعتبر البعض الآخر أن القانون مجني عليه، مؤكدين أنه سيحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير، مدللين على ذلك بالمادة رقم 40 من القانون رقم 18 لعام 2015 التي تنص على أن يصدر بنظام حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، النفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها. أضاف المؤيدون للقانون أيضاً أن هذه التشريعات الجديدة يعتمد التقييم فيها على نظام 360 درجة للموظف، بحيث يسمح لرئيسه وزملائه وأيضا المواطن بتقييمه، وبذلك يتم خلق منظومة قادرة على خدمة المواطن واحترامه، فضلا عن بعض المزايا الأخرى التي منها أن اختبارات التعيينات ستتم مرتين فقط سنويا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما يرونه نوعا من الشفافية وإغلاقا لباب المحسوبية. المعارضون للقانون كانت لهم أسبابهم أيضا، على رأسها أن القانون صدر بدون حوار مجتمعي يضم عددا من القيادات العمالية، كما أن القانون من وجهة نظرهم يهدر حقوق العاملين بالجهاز الإداري في الدولة بسبب عدم ترحيل رصيد الإجازات. يرى المعارضون أيضا أنه يسمح لأي شخص بالتقدم للوظائف العليا في الجهاز الإداري، وبذلك يفتح الباب إلى الوساطة والمحسوبية بين كبار الموظفين. أما أكثر الاعتراضات كانت على إلغاء إحدى مواد القانون القديم التي كانت تنص على أنه لا يجوز فصل أي موظف إلا بحكم محكمة، وهو ما يهدد مستقبل الموظف حسب وجهة نظرهم. المادة 32 أيضا كانت عليها اعتراضات لنصها على عدم جواز زيادة مدة انتداب الموظف على 4 سنوات، ما يؤدي لتشتت الأسر إذا كانت الزوجة منتدبة لمنطقة أو محافظة عمل الزوج، كلها أسباب دفعت عددا من العاملين بقطاع الضرائب والجمارك والآثار لتظاهر رفضا لهذا القانون. اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدرت بيانا يوم الاثنين الماضي حرصت فيه على توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية الذي وصفته بأنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري. ما بين التأكيد على أهمية القانون وميزاته والرفض التام له، تسود حالة من التخبط في الآراء بين المتابعين وخبراء القانون، هو ما يجعله أكثر جدلا ويحتاج للمزيد من المناقشات والإيضاحات.